عرف الكويتيون بحبهم الكبير لتناول مختلف أنواع التمور على مدار العام، وليس في مواسم معينة كشهر رمضان أو الأعياد، بل كانت التمور متوافرة على المائدة الكويتية في معظم الأوقات. لذلك ازدهرت تجارة التمور منذ أمد بعيد، وتوزعت دكاكين بيع التمور بالمباركية في أكثر من موقع، فكان سوق التمر يقع عند المدخل الجنوبي للسوق الداخلي، وكان مخصصا لبيع التمر بأسعار زهيدة جدا وفقا للأنواع التي يوفرها. كما أن في المباركية كان هناك سوق آخر يقع بالقرب من سوق الحمام، وهو مخصص لبيع التمر لأصحاب الدخول القليلة أو لنواخذة السفن بغرض تقديمه كغذاء للبحارة أثناء الغوص، في حين توجد الأنواع الأكثر جودة في السوق القريب من سكة العتيجي الذي يعد الأكبر من حيث عدد المحلات والأكثر إقبالاً في ذلك الوقت. تمور والله عدة أنواع، عندك القرحي، عندك الخلاص، عندك المنيفي، عندك بوسيف، عندك السكري، عندك الصبعي، عدة أنواع من التمور، البرحي، عندك زاملي، يعني عدة التمور يعني ما شاء الله. أكثر التمور حالياً من السعودية، أولاً سابقاً كان من العراق ومن إيران أكثر التمور، بعدين صارت حالياً في التاريخ هذا لحد الآن أكثر التمور تجي من المملكة العربية السعودية ومن الكويت. شيء بسيط يعني، والله بالنسبه للتمور لا زال يعني يمشي، واكثر جيل القبائل من الناس القدامى الشباب الاوليين القدامى وهذا يشتروا التمور، اكثر زبائن الكويتيين، وفي اجانب بس اكثر شيء كويتيين. طبعا في عندك موسم شعبان ورمضان هذا اقبل التمور، من شعبان الى اخر رمضان هذا اقبل يعني تسحب من التمور، والايام العاديه كبيع يعني معتدله يعني. اكثر التمور اللي عليها اقبال هو الخلاص والبرحي، هذا بالنسبة للدرية التمر، بالنسبة للتمر الباقي هذا نوع نواشف، عندك سكري، عندك بوسيف، عندك زاملي، عندك بريم، عندك ميدول، هذا كله نواشف يمشي، بس أكثر شيء هذا التمر يمشي في شعبان ورمضان. اللي يشترون التمر بالعادة هم كبار السن، هم يأخذوا التمر يسحبوا أكثر. حاليا في الأيام الحالية نحن نعمل سحبيتها خفيفة، وايد زينة وشيرة مبروكة وقدومها خير إن شاء الله. نعم، شيرة أفضل شيرة مفضلة يعني بالتمور، منفعة للجسم، منفعة للعظم، منفعة للدم، منفعة للنظر، منفعة حتى للجثة، كل شيء زين. التمور أفضل شيرة يعني، ثمنها صراحة غالي لو بتحسبها الإنسان بشوف التمور هذا ما الثمن. في ناس في الدول الثانية يتمنوا التمور ما يحصل التمور هذا كله، لأن احنا الحمد لله عندنا خير، أسعار التمور ما تدري ما ترتفع وايد، ممكن ترتفع إلى 5% 10% بس ما في ارتفاع وايد، يعني لأنه متوفر دائم يعني عندنا سام ويتمر الحمد لله، كان في شتاء وكان صيف، أيام الصيف التمور رطب وما رطب وهذا موجود، والأيام العادية هو موجود، ما ينقطع التمر أبدا على مدار الساعة. في بعض الدول ينقطع عنهم التمر، يبون التمر يرتفع إلى أعلى، ذا المشتري يعني ثلاثة أضعاف. لم يكن التمر زادا شهيا للكويتيين فقط، بل كان مصدرا للتجارة والربح الوفير، حيث كانت التمور التي تصل الكويت قادمة من العراق أو إيران يتم تغذية السوق المحلي بجزء منها، ثم إعادة تصدير كميات كبيرة إلى دول الخليج العربي والهند. فكانت هذه التجارة رائجة جدا واشتهر تجار الكويت بها، فكانوا يشحنون سفنهم الشرائية بهذه الكميات من التمر، وعقب بيعها في الدول سالفة الذكر تعود السفن محملة ببضائع أخرى يتم بيعها في الكويت. القديم مباركية سوق التمر تقريبا 130 سنة 120 سنة 130 سنة قبل سوونا، جدي يعني بعد سوونا تجديد وكذي،
وأنا تقريبا أشتغل هني من سنة 94 موجودة بيها تمرة كل هذا المكان أشتغل ما يروح مكان ثاني ولا مني ولا هناك. أنواع التمر عندنا تمر سعودي تمر كويتي وفي تمر إيراني كل النوعيات في سكري في برحي في خلاص في تمر مبر تمر ناشف تمر مجفف كل أنواع التمر في دهن عداني في نوعيات تمر يجت هذا شغلات في تمر إيراني بدون نوى تمر اسمه تمر شاهاني تمر جحرومي بدون نوى هذا نفرات قديم الهم ما في بعد يصير شايب وكذي بعد ما يجون بالسوق شباب يبون رطب يبون شيء خفيف ما يبون شيء نفس التمر القديم يعني بالتنكة وكذي قليل يأخذون أكثر شيء يأخذون تمر ناشف عشان ما في دبس وكذي ويأخذون رطب برحي رطب سكري هذا شكلات يعني أول ما في ناس وايد الحين الحمد لله مباركية يصير أحسن شوي والسوق الزهم شوي زيادة بس الحمد لله مو يعني وايد بس زين وقت سيفة مشترونا الرطب أكثر شيء برحي خلاص كده أكثر يعني رمضان الناس صايم يأخذون تمر أكثر حق رمضان حق الإفطار يأخذون أكثر شيء وبالسيفة يأخذون رطب أكثر. طرق تخزين التمور في السابق كانت بدائية جدا ونابعة من عبارة الحاجة أم الاختراع، لذلك كانت التمور توضع في قلات ومفردها قلة، وهي عبارة عن كيس مصنوع من الخوص يغلق بعد التعبئة بحبل من الخوص أيضا. توضع هذه الكميات من التمور في برميل للتخزين يطلق عليه باللهجة الكويتية بيب، والجمع منه الأبياب. وإن تعذر وجود ذلك فإن التمور المراد تخزينها توضع في اليحلة وهي جرة من الفخار، وكانت معدات التخزين هذه هي الرائجة لفترة طويلة حتى فرض التطور نفسه واستحدثت أوعية حديثة للتخزين. Thank you.